والغريب أنه اليوم كنت أقرأ في كتاب فقه الشيعة للسيد الخوئي، سيد أبو القاسم الخوئي، فمر علي هذا الكلام العجيب. أنا سامع لكنه ما رأيته، لكن اليوم رأيته كما ذكره لي أحد المؤمنين من العلماء، فراجعت الكتاب صح. السيد أبو القاسم الخوئي يقول إن أبا بكر وعمر ليسا نواصب، يعني يقول أن أبا بكر كان يحب عليا ويحب فاطمة، وعمر كان يحب عليا ويحب فاطمة. كيف هذا الكلام؟ يعني هذا الكلام حقيقة يهز الوجدان. أنا أسمع مرجع ديني كبير عندي ثقة فيه كبيرة يأتيني ويضربني على رأسي بالسيف ويقول لي أن أبا بكر كان يحب فاطمة من شيعة علي بن أبي طالب.